بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم في عنا طريقة تركيب الكوخ على القفص ثلاث معالف، اللي هو القفص المجوز ثلاث معالف، وهو أفضل قفص لتربية طيور الحب. وفي عنا أكثر من طريقة، وبس أسهل طريقة أنا هعلمكم إياها إن شاء الله لتركيب العش الكوخ بدون أي غلبة وبدون أي تعب. وحاول حتى لما إحنا نفكه بدون ما نغلبش حالنا بالفك تبعه. في ناس بتربطه بسلاك تربيط، بتربط في سلاك تربيط وبتفك الحدايد وبتشد عليهم، فطريقة شوي بتغلف. فأفضل طريقة عندنا بنجيب شماعة أواعي وبنقص من الطرف الأولاني، وبنقص برضو من الطرف الثاني، فصارت عندنا احنا بس المنطقة هاي صارت عندنا زي عصاية تقريبا. ففي الكوخ نفسه ففي فصلات او في ما زي ما داخل، فبنفتح باب الكوخ نفتح باب الكوخ انه نثبت ايدينا من جوا، نثبت ايدينا من جوا بالطريقة هاي، ندخل زي هيك عشان نضل ماسك. اذا في حدا بيساعدنا فما نحتاج ندخل ايدينا، بس واحد يمسك لنا الكوخ برا. ونشبك الثاني برضو بالمفصل الثاني، حاول انه ايش نثبتها بالطرف فصار عندنا الكوخ جاهز وثابت بدون اي غلبه. حتى القفل الكوخ نفسه ثابت، ونفس الطير بيقدر يدخل باكثر اريحيه بدون ما انه يغلب حاله. يعني شوفوا ما شاء الله دخل الطير بدون اي صعوبه. وثاني شيء بدنا مثلا نفكه او ننظف عليه او مثلا في شيء، بس نتاكد او ايش نتاكد انه الطير فيش حد فيش شيء بالكوخ. بس بنرفع شوي الكوخ وبنسحب العصاي، وسلامتكم ويعطيكم العافيه.